اهلا بيكم في السيشن الجديده. السيشن دي هنتكلم فيها عن الاكسس كنترول ليست كونسبتس. نتعرف الاول على ايه هو الغرض من الاكسس كنترول ليست او الاي سي ال. الاي سي ال هي عباره عن مجموعه من الاوامر سيريس اوف اي او اس كوماندز، واللي هدفها انها تعمل باكيت فلتريشن او تعمل فلتر للباكيتس اللي بتعدي على الراوتر بتاعنا. بتعمل باكيت فلتريشن عن طريق قرايتها لبيانات موجوده في الباكيت هيدر، وبعد ما تقرا الباكيت هيدر انفورميشن بتقارنها بمجموعه الرولز او الاوامر المكونه للاي سي ال. كل امر او سطر من الاوامر المكونه للاي سي ال بنسميه اكسس كنترول انتري، او بنسميه ACL statement. بالتالي الراوتر بتاعنا واللي موجود عليه الاوامر دي بيقارن الـ ACL entries او الاوامر الموجودة في الـ access control list بالبيانات الموجودة في الـ packet header، وبناء على المقارنة دي يا اما يعمل permit او allow للـ packet ان هي تعدي الراوتر، او يعمل deny للباكتس دي ويعمل لها دروبينج وما يتعديش الباكتس ديت من خلال الراوتر بتاعنا. بالتالي الـ ACL بتمكن الراوتر بتاعنا انه يعمل مجموعة من الوظائف، بتخلي الراوتر يعمل limit للنتورك ترافيك، يعني يسمح لترافيك معين وترافيك تاني ما يسمحش بيه. بالتالي نتيجة اللي عمل limiting ده بيزود البرفورمانس بتاع النتورك، لانه بيقلل الترافيك اللي بيمشي في الشبكه بتاعتنا، يعني بمفهوم اخر بيعمل كنترول للترافيك فلو، بيتحكم في الفلو للترافيك معين. طبعا ده بيهدف كمان لاننا نزود السكيورتي بتاعه النتورك، لان احنا ممكن نسمح لترافيك معين ان هو يروح لسيرفر معين وترافيك تاني ما يروحش، بغرض ان احنا نابلاي سكيورتي رولز معينه. والترافيك كنترول ده بيبقى بيز زي ما قلنا على نوع الترافيك، ترافيك تايب، او على الادرسز سواء كانت السورس ادرس او الديستنيشن ادرس زي ما هنشوف في الامثله العمليه باذن الله. الفلتريشن او السكريننج ده ممكن كمان يبقى بيز على سيرفيس معينه، مش بس ادرس سواء كان سورس او ديستنيشن، لا نتورك سيرفيس معينه. على سبيل المثال ممكن اسمح لل HTTP traffic وما اسمحش لل DNS traffic او لل FTP traffic. يبقى انا بعمل filtration او بعمل screening بيز على network service معينة. كمان من اهداف ال ACL ان انا اعمل prioritization لترافيك معين، اني ادي اولوية لترافيك مقارنة بترافيك تاني. الباكت فلتريشن ممكن يعتمد على الانفورميشن الموجوده في لاير 3 هيدر زي السورس اي بي ادرس والديستنيشن اي بي ادرس، وكمان ممكن يعتمد على الانفورميشن الموجوده في لاير 4 هيدر زي التي سي بي بورت او اليو دي بي بورت سواء السورس او الديستنيشن. وعندنا نوعين اتنين من الاي سي الز في اجهزه سيسكو. اول نوع بنسميه ستاندرد اي سي ال، والتاني Extended ACL. بصورة بسيطة الستاندرد ACL بيعتمد فقط على Source IP Address، يعني بيعمل Filtration based على Source IP اللي جاي منه الباكت. أما Extended ACL فبيعتمد على Source أو Destination IP Address، كمان ممكن يعتمد على TCP Port أو UDP Port أو UDP Port علشان يعمل Packet Filtration. الراوتر الموجود عليه Access Control List ممكن يطبق مجموعة الرولز دي أو الأوامر على الترافيك اللي هيدخل على الراوتر، أو يعمل تطبيق الرولز دي على الترافيك اللي هيخرج من الراوتر. لو طبقنا الـ ACL Rules أو Commands على الترافيك اللي هيدخل الراوتر، في الحالة دي احنا بنطبق على اتجاه الـ Inbound أو الـ In Traffic. أما لو هنطبق الرولز على الترافيك اللي هيخرج من الراوتر، يبقى الـ ACL دلوقتي متطبقة في اتجاه الـ Outbound أو الـ Out Direction. وهنشوف ايه الفرق ما بين الـ Inbound ACL والـ Outbound ACL كمان شوية.
لو جينا نلخص الـ ACL operation هنلاقي إن الراوتر بتاعنا بيقرأ الـ source IP address من الـ packet header، طبعا ده في حالة لو احنا مطبقين الـ standard ACL، وبعد ما يقرأ الـ source IP address يقارنه بسطور الـ ACL اللي هي الـ access control entries، ولو لقى فيه match ما بين الـ source IP address وما بين السطر اللي بيقارن بيه، ساعتها بيشوف السطر ده مكتوب في الجواب بتاعه permit or deny. لو السطر موجود فيه permit معناه اسمح للترافيك انه يطلع من الراوتر او يدخل الراوتر ويحصل له routing based على انت مطبقها في اتجاه الانباوند ولا الاوتباوند. اما لو كان الجواب اللي موجود في السطر بتاع الـ ACE deny معناها ان الراوتر هيعمل deny للترافيك، يعني هيعمل drop للترافيك. لو السطر كله ما هوش ماتش، يعني السورس اي بي ادرس اللي قريناه في الباكت لا يتطابق مع السطر الخاص بالاي سي ال، بينزل السطر اللي بعده لغايه لما يوصل لاخر سطر من سطور الاي سي ال. ولو ما فيش ماتش في كل السطور اللي اتكتبت قبل كده والمكونه للاي سي ال، فباي ديفولت بيحصل ديناي للترافيك، لان في سطر موجود في اخر الاكسس كنترول ليست اسمه implicit deny، معناه ان لو ما حصلش ماتش ما بين الباكت انفورميشن وبين كل ستور الاكسس كنترول ليست، فكده كده هيتطابق مع اخر سطر لانه عباره عن deny ضميه، تعمل بلوك لكل الترافيك اللي هيوصل لاخر سطر من سطور الاي سي ال. خلينا نشوف مثال عملي بسيط على الاي سي ال علشان نقدر نتخيل ازاي بيحصل باكت فلتريشن باستخدام الـ ACL. الشبكة اللي قدامنا دي شبكة بسيطة مكونة من 4 أجهزة وبينهم راوتر، وطبعا عندنا سويتشين، سويتش في كل لين. دلوقتي لو جينا نعمل بينج من أول جهاز في الشبكة الأولى للجهاز الموجود في الشبكة الثانية، هنعمل أمر بينج 192.168.1.3 وده IP موجود في الشبكة الثانية، هنلاحظ ان عندنا ريبلاي. طب الاي بي بتاع الجهاز ده كام؟ اي بي كونفج، هنلاقي ان الجهاز بتاعنا 192.168.0.3، الجهاز التاني اللي جنبه 0.2، والشبكة التانية بدل ما فيه هنا 0 عندنا 1. دلوقتي لما بنجنا من الجهاز 0 للجهاز 1.3 بيديني ريبلاي. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز الجهاز 0.3 ما يقدرش يوصل لواحد 3، اعمل ديناي للترافيك. اما الجهاز التاني اللي هو 0.2 يقدر يوصل لواحد 3 او لواحد 2. نطبق ده ازاي؟ بنيجي على الراوتر بتاعنا ونعمل كرييشن لاي سي ال ونكتب فيها امنع لي الترافيك اللي جاي من 0.3. بنخش على الجلوبال كونفيجريشن مود ونعمل امر اكسس ليست رقمها 1، ونعرف معنى رقم الاكسس ليست كمان شويه، ونقول له ديناي امنع الترافيك اللي جاي من 192.168.0.3 وبعدين 0000، ونعرفها كمان شويه، انتر. وبعديها اقول له اكسس ليست 1 بيرميت او اسمح ل 192.168.0.2 وبرده 0000. كده انا عملت كرييشن ل ACL رقمها 1 ومتكونه من سطرين، اول سطر ديناي الترافيك اللي هيجي من السورس ادرس 192.168.0.3، والسطر الثاني اسمح بالترافيك اللي جاي من 192.168.0.2. كده انا عملت الكرييشن للليست، ولكن الخطوه الثانيه عشان الليست دي تشتغل اني اربط الليست دي على انترفيس معين في اتجاه الان او في اتجاه الاوت. في المثال بتاعنا الترافيك هيجي من 0.2 او 0.3 ويدخل على الانترفيس فاست 0 على 0 وبعدين يحصل له راوتينج ويخرج بعدها من الانترفيس
فاست زيرو على واحد وبعدين يوصل للديستنيشن. فلو انا عايز اطبق الليست ديت في اتجاه الان فهاجي على الانترفيس اف زيرو على واحد وهربط عليه الليست رقم واحد في اتجاه الان لان الترافيك هيجي من الشبكة دي يدخل على الراوتر من خلال اف زيرو على زيرو يوصل للديستنيشن نتورك. وممكن اطبقه على اف زيرو على واحد ولكن في الحالة دي هطبقه في اتجاه الاوت لان الترافيك هيجي من الشبكة الاولانية يحصل له راوتينج وبعدين يخرج من اف زيرو على واحد على الشبكة التانية. فهاجي على الراوتر بتاعنا وادخل على الانترفيس اف زيرو على زيرو واقول له اي بي اكسس جروب رقم واحد في اتجاه الان. كده انا ربطت الليست رقم واحد اللي عملنا لها كرييشن على الانترفيس اف زيرو على زيرو في اتجاه الان. في الحالة دي لو انا دلوقتي حبيت اجرب واجي على الجهاز بتاعنا اللي الاي بتاعه 03 واعمل بينج على 13 في الحالة دي هلاقي الرسالة بتاعتي destination host unreachable، معناها ان الراوتر بتاعي بيقول لي انا مش قادر اوصل للديستنيشن اللي انت عايزها. يبقى كده الراوتر بتاعنا بالفعل عمل بلوك او عمل دروب للباكتس اللي جاية من الاي بي 0.3. اما لو جيت على الجهاز التاني وعملت بينج على نفس الاي بي ادرس اللي في الشبكة التانية اللي هو 13 او 12 بينج 192.168.1.3 هلاقيه يديني ريبلاي لان الاكسس ليست بتسمح للترافيك اللي جاي من الجهاز 02 اللي يعدي الراوتر ويوصل للديستنيشن نتورك سواء الجهاز 13 او 12. بكده يبقى عرفنا ازاي نعمل كرييشن لاكسس كنترول ليست. عشان اتشيك على الاي سي ال بتاعتي ممكن استخدم امر شو اكسس ليست، هلاقي بيقول لي انت عندك اكسس ليست رقمها واحد ونوعها ستاندرد لاني بستخدم السورس ادرس فقط وفيها سطرين اتنين، اول سطر ديناي الهوست او الجهاز 03 اما السطر الثاني بيرميت او اسمح للهوست اللي اخره 02. نرجع للشرح بتاعنا نتكلم دلوقتي على الويلد كارد ماسك. الويلد كارد ماسك هو الرقم اللي كتبناه في المثال بتاعنا اللي كان 0000. معنى كده ان الويلد كارد ماسك هو زي الاي بي ادرس كده او زي السبنت ماسك، بيكون من 32 بت ولكن البيتس بتاعته معناها مختلف. لو البت بتاعت الويلد كارد ماسك 0 معناها ماتش ولو واحد معناها اجنور. معنى كده ايه؟ نفهم معنى الويلد كارد ماسك بعدد من الامثله. لو الويلد كارد ماسك بتاعنا بزيروز يعني ال 32 بت قيمهم بصفار معناه ماتش اول اوكتتس او ماتش كل القيم اللي موجوده في الاي بي ادرس، يعني اتاكد ان كل القيم اللي في الاي بي ادرس الموجوده في الباكت بتماتش كل القيم الموجوده في سطور الاي سي ال، يعني قارن الاربع قيم او ال 32 بت اللي في السورس ادرس بال 32 بت الموجودين في سطور الاكسس كنترول ليست. لو ده ماتش ده ساعتها نعمل بيرميت او نعمل ديناي. وعلشان كده في المثال بتاعنا انا قلت له اكسس ليست واحد بيرميت 192.168.0.2.0.0.0.0 معناه قارن كل الاي بي ده بالاي بيز الموجوده في سطور الاكسس كنترول ليست. على العكس لو عندنا مثلا 0.0.0.255 معناها ماتش اول 3 خانات واجنور اخر خانه اللي هي اخر 8 بت. معنى كده ان لما يجي الباكتس تعدي على الراوتر هيقارن اول 3 خانات بس في الاي بي ادرس الموجود في الهيدر باول 3 خانات موجوده في سطور الاكسس كنترول ليست وهي اجنور اخر خانه، اخر خانه مش هيقارنها، هيعمل اجنور ليها.
طيب مثال كمان، لو الويلد كارد ماسك 00063، 63 معناها بالباينري 001. معنى كده ان الراوتر هيقارن اول 26 بت من الاي بي ادرس ب 26 بت موجوده في ستور الاي سي ال، اما اخر 6 بت اجنور ايا كان قيمتهم في الاي بي اي، ما هواش فارق معايا. بنفس المنطق لو قيمتها 15 معناها ان هيقارن اول 28 بت في الاي بي ادرس، في خانه الاي بي ادرس الموجوده في الهيدر، وهيجنور اخر 4 بت. يبقى بصفه عامه معنى زيرو عندنا في الويلد كارد ماسك ماتش، اما واحد معناها اجنور. خلينا نشوف كمان مثال، ده زي بالظبط المثال اللي احنا عملناه على الباكت تريسر. لو الاي بي ادرس بتاعنا 192.168.1.1 وعملنا الويلد كارد ماسك زيروز، معناها ماتش كل الاربع خانات او كل ال 32 بت اللي في الاي بي ادرس بالمنظر اللي احنا كتبناه في العملي. المثال ده معناه ان ماتش اول ثلاث خانات واجنور اخر خانه، يعني معنى كده لو الامر بتاعنا اكسس ليست 10 بيرميت 192.168.1.0 والويلد كارد ماسك 000255، معناها يقارن اول ثلاث خانات في الاي بي ادرس باول ثلاث خانات في الاي سي ال واجنور اخر خانه. يعني معنى كده اي سورس جاي من الشبكه اللي اولها 192.168.1 هتماتش السطر ده، معناها انه هيعمل له بيرميت او يسمح للترافيك ان هو يعدي. لو جينا عقدناها شويه كتبنا الويلد كارد ماسك 00-15255، معناها تشيك على اول 20 بت من الاي بي ادرس واجنور اخر 12 بت. معنى كده ان الترافيك اللي هيحصل له بيرمت في المثال بتاعنا من اول 192-162-16 الى 192-168-31 ايا كان القيم اللي بعدهم ايه. وعلشان نعمل كالكوليشن للويلد كارد ماسك في عندنا قاعدة بسيطة جدا، نطرح السبمت ماسك من 255-255-255-255. مثال لو احنا دلوقتي عايزين نحسب الويلد كارد ماسك لشبكة، الشبكة بتاعتنا النتورك اي دي بتاعها 192.168.30/24، فعشان اطلع الويلد كارد ماسك بطرح 255-255-255-0 من 255-255-255-255، هيطلع عندي في النهاية الويلد كارد ماسك 000.255. طب لو النتورك بتاعتي الماسك بتاعها اخره 240 وعايز اطلع الويلد كارد ماسك، اطرح 255-255-255-240 من 255-255-255-255، هيطلع عندي الويلد كارد ماسك 00015. بنفس المنطق لو الماسك عندي سلاش 23 بحولها لديسمل واطرح من 255-255-255-255، يطلع عندي قيمة الويلد كارد ماسك اللي هستخدمها في الاي سي ال. وممكن استخدم سبيشال كي وورد هوست بديلا عن 0000 او استخدم اني بديلا عن ويلد كارد ماسك 255-255-255-255. هتوقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله السيشن الجاي. السلام عليكم.